ونبقى دائما في ذات الحدث، أين نظمت المدرسة العصرية الخاصة بدال إبراهيم حفلا بمناسبة اليوم العالمي للطفولة المصادف للفاتحة جوان من كل سنة. الحفل تخلله أنشطة تثقيفية تعليمية متنوعة للأطفال، شملت أسئلة تثقيفية مع ترديد أناشيد بالإضافة إلى ممارسة الألعاب. التصريحات في ميكروفون الزميلة فاطمة الزهراء قندولة. كيكونوا هاد الاعياد وسمو دائما ننظموا، خصوصا هاد عيد الطفوله لتكريم الاطفال واسعادهم في هاد اليوم، هذا يومهم. نجيبوا مهرجين هما يديروا يغني ويلعبوا، يعني هو يوم عيدهم يديروا فيه واش يحبوا بالحق. نخليوهم يفرحوا لانه من حقهم، هو على طول السنه لازم نعتنيوا بالطفل بالتلميذ، ولكن في هذا اليوم ممكن نخليوهم يعبروا كامل، يخرجوا كامل الطاقات ديالهم، وهذا هو الهدف، انه كي يفرحوا يعني وصلنا للغايه ديالنا. اليوم عيد الطفوله، وعيد الطفوله يعتبر عيد عالمي للحفاظ على حقوق الطفل كالترفيه واللعب والاستمتاع، ومن حق الطفل ان يقضي احسن طفوله. انا حابه نكون سيده اعمال نخدم في شركه. عيد الطفولة هو عيد يحتفل به الصغار لكي يفرحوا ويستمتعوا. حبيت نولي عالم. قولوا عيد سعيد لكل أطفال الجزائر، وقانيت أطفال غزة فلسطين. اليوم رانا هنايا في مدرسة العصرية، عندنا بروغرام عيطتنا المدير تاع المدرسه، انا نزهو دراري وهذا واجبنا وبلا مزيتنا هذا.